اخر انجاز مكمل معنا الليله برعايه بنك اوف بيروت. خلينا نتعرف سوا على فارس سفير ليخبرنا اكثر عن انجازاته. مساء فارس، كيفك؟ تفضل. فارس فير، انت منجز لبناني، اذا بتخبرنا شوي اكثر عن انجازك شو هو؟ انجازي هو الحقيقه مؤلف من جزئين. نعم. انا مسجل براءتين اختراع بالدوله اللبنانيه. واحد عن موتور سياره very new and innovative، واحد عن سوبر تشارجنج ديفايس. واو. سوبر تشارجنج ديفايس هو مثل التوربو او سوبر تشارجر، وقت تقرا على مرسيدس كومبريسر هيدا سوبر تشارجر، في التوربو. هلا انا جديد بالتوربو تبعي. انت شو دارس قبل كل شيء؟ ميكانيكال انجينيرينج ات انديو. اي عمر هلا؟ اي 23. بعدك خلصت تخرجت؟ لا بتخرج. انا تاخرت شوي لان كنت مسافر ولا سجلت البراءه. واو. طب خبرنا شوي عن الانجن اللي عملته، شو اخترعت جديد؟ اوكي، الانجن حبلش بالانجن مش بالسوبر تشارجر. نعم. الانجن هو عباره عن موتور بيولد قوه كثير كبيره، بذات الوقت هو كثير افيشنت، يعني بيوفر بنزين. مثلا الموتور الاربع سيلندر 2 لتر بيعطي 150 حصان، انا الموتور هو ذاته 4 سيلندر 2 لتر بيعطي بال 900 لل 1000 حصان. بذات ذوز ار باتنتد، يعني انا معي براءه اختراع مسجله بالدوله، يعني انا وقت عم بحكي هيك. انت بتستعمل سوبر تشارجر للهلا الاربع سيلندر لسرعة 900 حصان؟ 100%. انا السوبر تشارجر اللي سجلته هو كان عندي عقبه لاقدر اعمل الموتور، لانه بحاجه له، لانه اكيد بس بيمشي على كل سياره سوبر تشارجر. قد ايه بداين هيدا الموتور؟ ذا سيم از اني انجن. سوري، يعني ضغط الموتور ما بيأذي القطع؟ كثرة الضغط على الموتور بس هو الفكره. انت هيدا الموتور هو بيوفر بنزين وبذات الوقت كثير قوي، يعني فيك تحدد له قوته يكون 200 حصان، بس انت عم تستفيد من انه افيشنت اكثر. اذا بدك موتور يعطيك هالبرفورمانس كلها، بس فيك تكبس كبسه بيعطيك كل هالبرفورمانس. يعني مثل كانه عم نقول اعتبر التوربو بيفتحوه بالشركه 1 بار 1.2، انت بتفتح 1.5 او 2 بارز. اوكي، طيب خبرنا شو اكثر هالبرات الاختراع، وين سجلتها؟ بس بالدوله اللبنانيه؟ سجلتها بس بالدوله اللبنانيه، وعم بعمل لها ناو بي سي تي، يعني باتنت كونفنشن تريتي. هيدا بيعملوها بامريكا لتنعرف بكل دول العالم. طيب جربت تقدم هيدا البروجي شيء لصانعين السيارات؟ جربت اقدمه لشركه سبايكر. نعم. بس صار في شوي، يعني ما زبطوا المباحثات. طور عليه تيسجلها انترناشونالي قبل ما يعرضه ويبطل له. نو بس هيدا البينتنت هلا مثل ما هو معترف فيه بالباريس كونفنشن، كل دول في شيء اسمه باريس كونفنشن لدول صناعيه. بيتنت تبعي معترف فيه، يعني ممنوع حدا يقلده، بس ما انه محمي 100%، محمي 20 سنه. طيب صنعته للموتور؟ لا، ما عندي بروتوتايب للموتور، عندي بروتوتايب للسوبر تشارجر، لأن الموتور بكلف شوية تصنيعه. اوكي، على حسب الماتيريال اللي بدك تستعملهم تيتحملوا ضغط موتور. ذا سيم، انا هون الفكره من موتوري ذا سيم ماتيريال كان بي يوزد، لان انا ما عم زيد ولا عدد سيلندرات ولا عم علي الار بي ام. انا عم زيد فور ستروك ولا تو ستروك؟ هو تو ستروك انجن، بس بيصرف زيت مثل فور ستروك، عنده الفعاليه مثل فور ستروك، فعاليه اكثر من فور ستروك لان تو ستروك انجن، وبذات الوقت بيضاين اكثر من الفور ستروك. اكيد بنكون اقل 100%، لان فور ستروك كل بارمتين ليعمل اكسبلوجن وحده. فارس، شو كان حلمك انك تعمل سياره بعد اسرع؟ هيدي هي كانت الهدف؟ انا لا، ما بس أكثر. اسرع، انا بحب اعمل سياره قويه، بس كمان انا بحب اعمل سياره تحافظ على الطبيعه، افيشنت، ما بتصرف بنزين، لان هلا نحن واصلين على عصر انه عم يقل البترول، بدنا سياره توفر بذات الوقت لكل محبين الموتور سبورت. بس ما بدك بتوفر هي تكون سياره كثير بطيئه، يعني بدك توفر بس تضلك محافظ على السرعه، مش هيك بركي اجتك الفكره؟ 100%، هو الموتور وقت تسمى افشنسي، يعني عم تفوت عليه 4 لتر بنزين عم يعطيك 400 جول، انا موتوري عم فوت عليه 4 لتر بنزين عم يعطيك نفس جول. يعني اذا فوت عليه بركي نص لتر بيعطيك الكاتسا اللي نحن موجود اليوم بالموتور. افشنت اكثر للعالم يلي بدهم هوايات على التراك، وانا كثير بشدد يلي بسرع على الطريق، هيدا كثير خطر وكثير بلا راس، سوري على الكلمة. على التراك يلي حابب يكون عنده سيارة فيها هالبرفورمانس، هيدا الموتور بيأمن له إياها، بذات الوقت هو بيقدر يسوق أكيد على حلبة من الآخر. رش من الآخر قد إيه بتصير تعمل بالتنكي؟ هون ما فيك تاخذ حسب السيارة، لأن في سيارة يكون وزنها 2 طن أكيد إن أفريج فيها توصل لل 400 بالتنكي.
من الاخر ولا منصور؟ انا رح اعطيه لانه حسيته كثير متمكن من الموضوع ودارسه مزبوط. ميرسي. ديس الرامي من الاخر. انا اكيد بعطيك وان شاء الله نشوفه فعلا نشوف بيرفورمانس مزبوطه. زينة شمعون من الاخر. اكيد بعطيك لانك قد ايه بتحب السرعه، قد ايه واعي انه السرعه مش بكل الامكنه مسموحه. برافو. انا اكيد ايه يعني مع انه المبلغ هو مبلغ تشجيعي بس بركي كمان بنكون عم نساهم بانه يوما ما تعمل بروتوتيب ويشوفوه ويصير فيك تبيعه. هي من جهة ومن جهة تانية كمان انه بركة هيك اعمال وهيك هيك احلام يوما ما بت بركة اذا بصير في تعاون مع رالف دباس لازم نعرف مع دبليو اللي هو عمل سيارة دبليو موتورز، يعني بركة هون بصير في تعاون هيك بتكون مش بس اول سيارة واقوى سيارة واغلى سيارة لبنانية، بتكون كمان اكثر سيارة واول سيارة لبنانية بتكون افيشنت بفضلك بركة. بصير في كمان التعاون بتحطوا لنا هيك شوي تحت من الاخر لانه نحن التعاون. وانا اكيد حاعطيك مع انه ما كثير فهمت، ما كثير بفهم بالسيارات ولا بالموتورات وهيك، بس حبيت فكرتك وامنت بفكرتك خاصه انه صناعه لبنانيه. برافو. ميرسي. لكن ستة ثامز اب. برافو من لك فارس. بنك اوف بيروت حبيت تفتح اذا فيك تعطي ثامز اب انت كمان نشجع. حتى السيارات بنك اوف بيروت اكيد راح تفتح لك حساب بالبنك وراح تحول لك عليه مبلغ لكن 3000 دولار تنحط الاسم لكن اسم فارس سفير والمبلغ هو 3000 دولار والحوالي تمت. فارس نحن بنقول لك برافو لكل شيء عم تعمله، خليك دائما بهالهمه وان شاء الله هذا كل العمل اللي عم تقومه وكل هالابتكارات تقدر توسعون وتقدر تتوسع فيه وتوصل اكثر للعالميه وتحتك بشركات عالميه، لانه مثل ما بتعرف ما في ولا صانع لبناني للسيارات اليوم. اذا بدك تصنع هذا الموتور مضطر تروح لبرا، بس بالنهايه براءه الاختراع بترجع لشخص لبناني مثلك. مشان هيك بدنا نهنيك وبدنا نقول لك برافو وانت يور يونج اتشيفر، نحن بنفتخر فيك. برافو.